إذا كانت هذه الخطة ألف أو الخطة يعني اللي بتشير كل المعطيات لحديت هلأ مثل ما أنت عم تذكر بأنه في ضبابية في المشهد وبالتالي هناك حاجة حقيقية إلى إعاز خارجي أو إلى يعني تنسيق مع الخارج لمعرفة على اعتبار هون ما بيعرفوا يخطط ولا شوي، بس في شيء لافت عم بيصير بموازات ذلك وكأنه لعبة بوانتاج، يعني في لعبة عد نواب يعني تمظهر بمبادرة قام بها النواب تغييريين، تمظهرت باجتماعات عم بتصير سواء يعني بمبادرة من دار الفتوى أو لقاء نواب السنة، وكأنه حدا عم بيحضر خطة في حال لم يكن هناك أي مخرج لهذه المرحلة بتحضير أو ربما استخدام هذه الورقة، أنه في لو فرضت المعركة ولم يكن هناك أي خيار أو قرار خارجي بتقطيع هذه المرحلة، شيء بيشبه مثل يعني ورقة ضغط إضافية أنه أنا ممكن إذا بكون تقلبوا علي الطاولة أقلب الطاولة على الجميع وبالتالي ذهب إلى خيار مواجهة أخرى. شوف أولا مبادرة النواب التغييريين جيدة جدا بالمعنى السياسي برمزيتها بحركتها بالمسار الذي أطلق أو فتح، ولكن هل ستؤدي إلى نتيجة؟ هلا من المبكر التكهن و لا يمكن اعتبار أنها ستؤدي إلى نتيجة محتمة إلا إذا حصل نوع من معجزة أدت إلى تجاوب القوى الأخرى، ولكن تفرض إيقاع معين بالسياسة، هذا الإيقاع سيكون قادرا على التمهيد للتواصل والاتفاق مع القوى الأخرى على مجموعة نقاط. هذه واحدة. اثنين، هناك قوى أخرى تسعى إلى تأمين فرص التوافق على 42 نائب، يعني الثلث المعطل لعدم توفير النصاب في حال مثلا قرر حزب الله أن يذهب بخيار المواجهة ويعيد تجربة 65 نائب من الدورة. عشان حكيت عن الخطة أنه كلا الطرفين أنه في حال وصل للمرحلة أنا عندي هذا الخيار تماما عندي هذا أكيد الخيار. الكل عم بيفكر بهذه الشغلة. لقاء النواب السنة هو مسألة أخرى، هناك حرص أو سعي سعودي وأيضا كان موجود باللقاء مع الفرنسيين أن نحن من يهتم بالساحة السنية وهذا الأمر كذا وكذا وكذا، ولكن بقناعتي الشخصية لا يمكن الرهان على مثل هذه الاجتماعات بالطريقة التي يتم إدارتها بدون وضع سقف سياسي. ليش؟ لأنه لما تقول النواب السنة في نواب سنة محسوبين على 14 أدار وفي نواب سنة محسوبين على 8 أدار وفي نواب سنة محسوبين على حزب الله حصرا وفي نواب سنة وسطيين أو مائعين أو إلى ما هنالك نموذج نائب وضاح الصادق ما بعده مش مقرر مثلا إذا بده يشارك به. لا لا بغض النظر بغض النظر عن الأسماء وبغض النظر بأكد هذا التشتت في عدم وجود كتلة متجانسة. إذا ما عملت رؤية سياسية وقلت اللي بيوافق عليها نحن بنمشي نحن وياه بتبقى بإطار الشكليات أو الفولكلور، وهذا لا ينتج سياسة ولا يمكن السنة من استعادة التوازن السياسي الذي تفرضه اللعبة اللبنانية. لذلك المقاربتين مختلفتين. هل ما تقوم به دار الفتوى فيما يتعلق بلم هذا الشمل أو يعني خلق دور سياسي إضافة لها، طبعا دور السياسي دائما موجود، ولكن يعني يؤشر إلى حجم الفراغ اللي موجود على الساحة السياسية وأيضا الذي حتى اللحظة يعني بيشير بأنه لا رغبة للرئيس ميقاتي بأن يكون البديل الذي توقعه كثر. لا رغبة ولا قدرة الرئيس ميقاتي. إيه طبعا لا رغبة ولا قدرة. لا فبالتالي صار واجب ولا قدرة لدار الفتوى على ملء هذا الفراغ. برجع بقلها دار الفتوى بتشتغل دين إذا صندوق زكاة ما بعرف غير قادرة على تعبئة الفراغ. رح أعطيك مثل، كركي عمره 400 سنة في لبنان، مش هيك؟ في سقف سياسي بتمشي عليه تتكون حاضرة بالميزان السياسي بالإضافة إلى الميزان الوجداني أو الميزان الدور الديني الذي يفترض أن تلعب تمام. بدون سقف سياسي ما بتقدر تلعب أي دور. يعني اليوم حزب الله عنده هو السقف السياسي اللي بيحطه على صعيد الطائفة الشيعية، بيقدر أو هل بيكون ظاهر موقف مختلف ذات أهمية وتأثير وبعد للمجلس الإمامي الشيعي الأعلى؟ هو تكمل له أو يتجانس نفس الشيء عند الدروز، مش هيك؟
إما تكامل بين المرجعية السياسية والمرجعية الدينية، وإما تنافر وخلاف، ولكن تبقى الغلبة للمرجعية السياسية وليس للمرجعية الدينية. وهذا حصل مع بكركي بفترة الخلاف مثلا بين البطرك المعوشي والرئيس كامل شمعون. تمام. عند السنة مختلفة، هل أنه هن ما عندهم تجربة سياسية بالأحزاب؟ هل أنه هن بعدهم بيعتبروا أنه نحن الدولة تاريخيا ونحن الأمة ونحن 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 عاجزون عن إنتاج هذا الأمر؟ أكيد. أو يمكن لأول مرة توافرت ظروف تطلبت هذا الثقل. خليني أقول لك شغلي بعد، لابد من وجود أحزاب، الأحزاب هي التي ترفع السقف السياسي، أو دار الفتوى بيرفع السقف السياسي مثل ما كان أيام المفتي حسن خالد، والقوى السياسية تضطر للتماهي مع وتلتف حوله، نفس لعبة كركي. عدا عن هيك اجتماعات هلامية أنا لا أعتقد أنها ستكون منتجة ولن تكون قادرة على إنتاج أي رؤية سياسية. لشن النواب اللي رح يقعدوا هناك دار الفتوى رح يجمعوا، الله ما بيجمعهم على رأي، فشو انه بيطلع بيان الالتزام بالدستور والاستحقاقات وماشي الحال، سلام عليكم سلام عليكم. بس بالسياسه بالميزان السياسي شو بيكون عمل؟ بيكون قطع الاجتماع بدون اي اثر، بدون اي تاثير، سيظهر المزيد من الضعف، سيظهر المزيد من التشتت، وسيظهر المزيد من الوهن. بس ما بتعتبر انه هذا الاجتماع او هذا الدور الذي تحاول دور الفتوى أن تلعبه في هذه الفترة كمان مرتبط ب... بعرفش إذا هي الدار تنعى بهذا الموضوع أو بنتيجة مطالبات أو بنتيجة غياب أي مواقف موحدة أو مجموعات منظمة كان لابد من اللجوء لها. أنا ما عم أقول إنه هي مقتنعة. واضح، بس لأنه تزامن دعوة إلى هذا الاجتماع مع، يعني ما بدي أقوله تشكل فريق، بس إنه مظاهر يعني تقريب وجهات نظر تمثل، يعني بما يعني البعض بلش يطلق عليه تسمية يعني فريق نجيب ميقاتي وليد جنبلاط ونبيه بري لمواجهة ما يهدد به العهد بأسئلة حتى هو لم يقدم أجوبة عليها. البعض بيشوف إنه هذا الدور أو هذه الخطوة اللي قامت بها فيها دار الفتوى هو إضافة ثقل سني إلى هذا التكتل الذي لم يعني تطبق. ما برجع لك النواب اللي بدهم يجتمعوا جوا في شيء بيجمعهم تتعمل ثقل سني؟ ما عندك 8 نواب ب 8 في شيء بيجمعهم أنه بدنا يعني ضد ميشيل عون أو ضد العهد؟ لا مش صحيح، مش أنا عم بقول يعني لا، مش كل النواب بيجتمعوا السنة، مش كل النواب السنة بيجتمعوا على هذا الموضوع، ولا هيدي الغاية من اجتماع دار الفتوى أساسا، ولا دار الفتوى بدها هيدا الشيء. أنا عم قلها مش بهذا المحل، وتفصل هذا التزامن بالتوقيت مع، لا أكيد أكيد. ليش؟ لأنه اللعبة السياسية بين أركان إذا بدك السلطة دائما هيك بتطلع وبتنزل، بيلتقوا وبيختلفوا، هيدا جزء من اليوميات اللبنانية. لا مختلف عن سياق دار الفتوى.